مرحبا، اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد على قناتي. اذا هم مشتركين اشتركوا حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديده. واليوم فيديو راح يحتاج قهوه للمره الثانيه، فاعتقد راح اصير مدمنه القهوه من ورا الفيديوهات مالتي. اليوم الفيديو راح نتكلم عن قضيه اختفاء. طبعا هذه قضيه الاختفاء تركت تساؤلات واحتمالات وكل تكلم عنها بوقتها، بوقت الاختفاء هذه الفتاة اللي كانت بعمر 16 سنة. يعني المشكلة انه اختفائها وطريقة اختفائها تحسسك انه من الممكن انه شخص اخذها، لكن بنفس الوقت تحسسك انه هي هربت. يعني الموضوع كان بتساؤلات بالاخص الجانب المظلم من حياة عائلتها، اكتشفوا جانب مظلم، جانب يعني ممكن انه بسبب الفتاة اختفت. فاذا تريدون تعرفون تفاصيل قضية اليوم وشو اللي صار مع شخصيتنا الرئيسية اللي اسمها روث، تابع الفيديو النهائي. Hello? Can you find me? Can you find me? روث ويلسون بعمر 16 سنة كانت تمتلك حياة عادية جدا مع عائلتها وشقيقتها جينيفر. كانت مثل أي مراهقة بعمر 16 سنة، كانت تعمل بدوام جزئي بمتجر موسيقى، فهي من النوع اللي تحب الموسيقى ومهتمة بالموسيقى، فكانت تعمل بدوام جزئي، فكانت تروح للمدرسة، كانت درجاتها جدا طبيعية، ما كانت ممتازة ولا كانت سيئة، كانت طبيعية مثل المراهقين اللي بعمرها. حتى مدرستها ما كانت تتعرض للتنمر ولا شيء غير اعتيادي، لكن بيوم من الأيام بدل التوجه للمدرسة أخذت تاكسي وتوجهت لمدينة ثانية واختفت، وبعدها بدأت تنكشف أشياء جدا غريبة وأسرار عن عائلتها. فشنو اللي صار بالضبط؟ روث ويلسون انولدت في 31 يناير سنة 1979. بعد سنتين من ولادة روث عائلتها قرروا إنجاب طفل آخر، والطفل الآخر هي جينيفر شقيقة روث الصغرى. والدها كان يعمل كمعلم ووالدتها غير معروف بالضبط شنو كان عملها، لكن بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1982 والدتهم توفيت. والد روث وجينيفر قال ان والدتهم سقطت من السلم، وهذا الشيء اللي سبب وفاتها. كان سبب الوفاة بالضبط هو انكسار بالرقبة او انكسرت رقبتها، يعني تضرر ضخم صار برقبتها وهذا الشيء اللي سبب وفاتها. لكن هل فعلا سبب الوفاة هو السقوط من السلم؟ بعد سنة والد روث تزوج من امرأة أخرى، طبعا هذه الامرأة كانت تعمل بنفس المدرسة اللي كان يعمل بها والد روث، يعني زميلته بالعمل ومعلمة. وبعد الزواج انتقلوا إلى منزل جديد وبمدينة حتى جديدة. وعلى الرغم من هذه الأحداث المأساوية بحياة روث وهي كانت صغيرة، لكن عاشت حياة جدا طبيعية، كانت زوجة والدتهم تعاملهم بصورة جدا عادية ولطيفة، فما كانوا يحسون بأي إحساس أنه يوجد شيء مفقود أو أنه حياتهم مو طبيعية. بالعكس كانت حياتهم جدا طبيعية، وحتى تربيتهم كانت طبيعية، ما كانوا يعانون من أي إساءة أو حياة غير مستقرة. روث كانت جدا ذكية، كانت تعزف على البيانو على الجيتار الكهربائي، وكان عندها مجموعة من الأصدقاء، وكانت دائما تحب تخرج مع أصدقائها وكانت جدا نشيطة. روث لما كانت بالصف السادس كانت تعمل كجليسة أطفال وتعمل بمتجر موسيقى يوم السبت، كانت تحب تعمل بعطلة نهاية الأسبوع، هذا الشيء كان يصير يوم السبت، ويوم الأحد كانت تتوجه للكنيسة وتعزف على الأورغن. مثل ما تعرفون بالكنائس يوجد مثل تصير فرق موسيقية، فما أعرف شنو اسمهم بالضبط، بس هذه الفرق الموسيقية تكون موجودة بالكنيسة، وهي كانت تذهب كل أحد لهذه الفرقة وكانت تعزف على الأورغن. راح أحط لكم صورته هنا، لأن صراحة أنا ما أعرف شنو اسمه بالعربي أو تسمية العربية إلي، فأعتقد أنه نفس التسمية يمكن بالعربي والإنجليزي، بس هذا هو شكله. ويوم السبت بتاريخ 5 نوفمبر سنة 1995 أكملت عملها بمتجر الموسيقى، وخرجت حتى تتناول الطعام في مطعم هندي، وتناولت الطعام مع صديقها السابق ويل كيندي وصديق آخر اسمه نيل. وبهذا اليوم دفعت مقابل الأكل وقالت أنه هذا آخر شيء لحتى تتذكروني. طبعا هذا الشيء جدا غريب انه هي تقول انه اوكي راح ادفع مقابل الطعام بس حتى تتذكروني، يعني اعتقد انه شيء غريب راح يصير، يعني كانت تعرف انه شيء غريب او شيء هي مخططت له راح يصير. وكالعادة باليوم التالي اللي صادف يوم الاحد عزفت على الأورغن
وبعدها خرجت من الكنيسة وتوجهت لمنزل صديقها السابق ويل وتناولت العشاء مع عائلته. طبعا هي كانت حابة انه هي تظل بعلاقة لطيفة مع صديقها السابق لان هما كانوا اصدقاء، فاوكي انه تحولت صداقتهم الى حب او الى علاقة، بعدها رجعت صداقة. فكانت حتى علاقتها مع عائلته جدا لطيفة. تناولوا الغداء، لكن الشيء الغريب انه والدة ويل اعطت لروث ملابس مستعملة او جديدة مو معروف، لكن أعطتها ملابس وروث وضعت الملابس بحقيبتها. وصراحة استغربت أنه والدة صديقها السابق تعطيها ملابس، يعني هذا الشيء ممكن يعطيك علامة استفهام أنه وات ليش تعطيها ملابس، يعني شنو الغرض من هذه الملابس. لكن هي أعطتها الملابس وتوجهت لمنزلها. حسب كلام والدة ويل وويل بهذا اليوم، روث كانت جدا عادية، تناولت طعامها، كانت مسترخية، ما تكلمت بأشياء غريبة أو خطط ممكن غريبة أو أنه راح تلتقي بشخص آخر غير معروف. كانت جدا طبيعية مثل أي يوم، وحتى مسترخية أكثر من أي يوم ثاني. بتاريخ 27 نوفمبر من سنة 1995 عائلتها توجهت للعمل وظل بالمنزل روث وشقيقتها جينيفر. طبعا كالعادة هم ينتظرون الباص المدرسة الخاص بهم تأتي لمنزلهم وتأخذهم للمدرسة، لأن هي كانت بالصف السادس بوقتها. فكان الموضوع جدا طبيعي، كانوا منتظرين الباص. بس بآخر لحظة روث غيرت رأيها، قررت أنه هي ما تركب باص المدرسة وأنه هي راح تتوجه لمكان ثاني. جينيفر سألتها أنه أنتي وين راح تروحين، وين راح تتوجهين، ليش ما راح تصعدين باص المدرسة؟ لكن كان هذا الشيء طبيعي من روث، لأن هي بعض الأحيان ما تتوجه للمدرسة، ممكن ما تركب باص المدرسة تروح لمكان ثاني، يعني هذا الشيء أعتقد طبيعي لمراهقة. فجينيفر ما اهتمت بالموضوع، وهي كانت أصغر حتى من روث. فتوجهت جينيفر للمدرسة، وروث هنا راح تبدي قصتها وقضيتها وحتى الأشياء الغريبة اللي صارت وياها. روث بعد ما فوتت باص المدرسة وكانت تمشي لوحدها بالشارع، بعدها لاحظها أحد أصدقائها وعرض عليها توصيل للمدرسة لأن هو كان بسيارته الخاصة، لكن رفضت. لكن روث بهذا اليوم ما ظهرت نهائيا بالمدرسة. بهذا اليوم أخذت سيارة تاكسي وتوجهت للمكتبة، وقضت ساعات بداخل المكتبة، وبعدها توجهت لمحل زهور وطلبت زهور لزوجة والدها، وكان التوصيل بعد يومين. يعني هي لما طلبت الزهور ما كانت تريد انه هذه الزهور توصل لها بنفس اليوم، هي هذا الاحداث كلها صارت ب 27 نوفمبر، يعني بعد يومين، يعني 29 نوفمبر كان تاريخ ارسال الزهور. هذا الشيء جدا طبيعي انه شخص يرسل زهور بعد يومين، لكن لشخص موجود وياك بالمنزل وبدون مناسبة، ما كان يوجد أي مناسبة راح يرسل لها بعد يومين، يعني هو كان مخطط، دي خطط لشيء، شيء راح يصير أكيد، قاعدة تخطط أنه أوكي هذه الزهور لازم توصل لها بعد يومين، بس شنو المناسبة ما حد يعرف. وبعد ما توجهت لمحل الزهور، روث رجعت مرة ثانية للمكتبة. حوالي الساعة الرابعة مساء روث توجهت لمحطة القطار، وبعدها أخذت تاكسي وتوجهت لتل. مكان عبارة عن خضار وإشجار، لكن بوقتها كانت تمطر، وروث نزلت من السيارة وكانت واقفة تحت المطر بدون حركة. سائق السيارة قال إنه هو لما شاف روث كانت كأنما تبحث عن شخص، كانت مرتبكة، يعني كأنه كانت بانتظار شخص وهذا الشخص اتأخر. وهو تذكر روث، بالتحديد تذكر روث، لأنه مثلا يصدفنا هواي أشخاص مثلا بس إحنا ما نتذكر هذا الشخص وين متوجه أو شنو اللي صار، بالأخص سائق التاكسي، يعني من الممكن إنه هو يشوف 50 شخص باليوم ويركب وياه 50 شخص. بس مع ذلك هو تذكر روث لأن بهذا اليوم كانت واقفة تحت المطر، يعني بالعادة الشخص يبدأ يركض، يبدأ يبحث عن مكان لحتى يختبئ به أو أنه يتجنب المطر، لكن روث كانت عادي، كانت واقفة على يعني تحت المطر وكأنما شخص يحس بضياع. هذا بالضبط اللي قاله سائق التاكسي. وروث اختفت، وكان سائق التاكسي هو آخر شخص شاف روث. وكانت بوقتها ترتدي بلوز أحمر وحقيبة الظهر، وطبعا حقيبة الظهر كانت تحتوي على الملابس اللي أعطت هي والدة ويل، والدة صديقها السابق. وبعد يومين من اختفائها
وصلت الورود إلى زوجة والدها. طبعا الورود ما كانت تحتوي على ملاحظة أو أي كتابة أو مثلا شيء عن اختفائها أو هي راح تختفي أو مثلا حتى كلام سيء أو كلام جيد، نهائيا مجرد ورود فقط. وبعد 4 أيام من البحث على روث، طبعا الشرطة لأول مرة بحثت بطريقة جدا دقيقة، كانت هليكوبتر وأشخاص يبحثون عنها ومدنيين وحتى كلاب، فبحثوا بالتل اللي اختفت بروث بطريقة جدا خلينا نقول دقيقة لأول مرة بحياتهم. وفعلا تم إيجاد 3 ملاحظات. طبعا هذه 3 ملاحظات كانت واحدة موجهة لعائلتها واثنين لأصدقائها، لكن الشرطة ما كشفت عن محتويات الرسائل ولا حتى كشفت محتوى الرسائل لعائلتها أو الأشخاص اللي تم توجيه الرسائل لهم، وهذا الشيء جدا غريب. يعني شخص موجه لك رسائل ليش أنا ما أشوفها؟ يعني مثلا شخص موجه لي رسالة ليش ما أشوفها؟ لكن الشرطة منعت هذا الشيء. يعني ممكن أنه يوجد فد كلام سري أو شيء، ممكن أنه الشخص اللي راح يتلقى الرسالة راح يفهم، راح يعني يوصل له مسج معين من الرسالة حسب اعتقادي، صح؟ يعني ممكن يعرفون إذا هذه الرسالة تم تلفيقها أو مو صحيحة، مو كتابة روث. فأعتقد أنه هذا الشيء غريب أن الشرطة ما أعطتها لعائلتها ولا حتى لأصدقائها حتى يشوفون محتواها. وبجانب هذه الرسالة تم إيجاد حبوب الباراسيتامول وحتى زجاجة كحول فارغة. فطبعا حتى الحبوب كانت فارغة، كانت مجرد علبة، فكان الوضع جدا خطر لأنه لم يتم إيجاد جسد روث. يعني لو هي حاولت الانتحار أو أنه هي تنهي حياتها، فمن المعقول أنه يلقون جسد بالقرب من هذه الرسائل، لكن لا يوجد أي جسد على هذا التل نهائيا. واستمرت الشرطة بالبحث عن روث لكن بدون أي فائدة أو أي علامة تدلهم عن مكان روث. وبعد 11 يوم عائلتها ظهرت ببرامج تلفزيونية ونشروا رسائل موجهة لروث حتى ترجع، لأن عائلتها كانت تعتقد أنها ما زالت على قيد الحياة، لكن ما حابة أنها ترجع للمنزل. ظلت قضية روث هي لوز بالنسبة لعائلتها وللشرطة وحتى لعامة الناس، لأنه جميع الناس بهذا الوقت كانت مهتمة بهذه القضية، لكن تركت تساؤلات ولا يوجد أي حل أو أي إجابة لهذه التساؤلات. بعد مرور 23 سنة، تخيلوا 23 سنة، وأخيرا الشرطي المتقاعد ليام والصحفي مارتن قرروا إعادة البحث بالقضية. فخلينا نرجع بالزمن لسنة 1995 بالتحديد شهر أكتوبر. بهذه السنة اللي هي سنة اختفاء روث، بدأت تفكر أنه والدتها من الممكن أنه هي ما توفت عن طريق وقوعها من السلم مثل ما قال والدها. بدأت تحس أنه أكو شيء غريب بقصة والدها، لكن ما أعرف شنو الشيء اللي فكرت به واللي خلاها تعتقد أنه والدتها أو وفاة والدتها شيء غريب أو شيء غامض بالنسبة إلها، ووالدها كذب عليها. لهذا السبب سافرت إلى لندن، لأن هي مكان تواجدها حاليا في إنجلترا، فتوجهت إلى لندن لحتى تعرف وفاة والدتها، واكتشفت أن والدتها انتحرت عن طريق شنق نفسها بداخل المنزل، ووالدها كذب عليها وعلى شقيقتها. أعتقد أنه هذا الخبر لمراهقة جدا صعوب أنه هي تكتشف أن والدتها بالحقيقة هي انتحرت، لكن أكيد والدها مستحيل راح يقول لمراهقات وكانوا صغار بوقتها، يعني كانت أعمارهم تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات، يعني مستحيل راح يقول لأطفاله، حتى مو مراهقات كانوا أطفال، مستحيل يقول لأطفاله أن والدتكم انتحرت. يعني أكيد راح يقول أنه هي وقعت من السلم، صار شيء طبيعي، مستحيل راح يتكلم مع أطفاله بهذه الطريقة. والكذبة استمرت، فحس أنه ما له أي داعي يذكر هذه الأشياء. ممكن أنا أعطيه هذا الحق أنه من حقه أنه هو يكذب بهذا الموضوع، يعني كانوا أطفال، من المستحيل أنه هم يستوعبون هذا الشيء، أنه ليش الشخص ينتحر، أو ممكن يدخل هذه المواضيع برأس أطفاله وممكن يحاولون يجربون نفس الأشياء وممكن يحسون باكتئاب. يعني أعتقد أنه حقه ما يتكلم بهذا الموضوع. لكن روث كان ردة فعلها مو طبيعية، صارت مهووسة انه هي تعرف السبب، انه شلون والدتها انتحرت، ليه، شنو اللي صار بالضبط. كانت مهووسة بهذه الفترة انه تعرف، تريد اي جواب على اسئلتها، فبدأ هذا الموضوع جدا يضايقها ويضايق حتى عائلتها. وتم كشف انه روث قبل اختفائها النهائي بشهر هربت من المنزل
واختبئت بمنزل صديقتها. لما كانت تبات بمنزل صديقتها كانت دائما تقول لصديقتها ولوالدة صديقتها انه هي من المستحيل راح ترجع لهذا المنزل، لكن هي بكل مرة ترجع للمنزل. كانت دائما خائفة من شيء يتواجد بهذا المنزل، بس ما ذكرت نهائيا شنو هذا الشيء اللي حسسها بالخوف والقلق، لكن هي كانت دائما تقول لصديقتها أني أخطط للهرب، أنا مستحيل أستمر بتواجدي بهذا المنزل، إنه يوجد شيء يحسسها بالخوف، يوجد شيء غريب بداخل هذا المنزل. لكن الأغرب إنه روث ما تكلمت عن الشيء اللي كان يخوفها وكان يرعبها. وحتى لما صديقتها انتقلت لمنزل آخر بمدينة ثانية، حاولت اقناع صديقتها انه هي تعيش معاهم بالمنزل الجديد، لكن صديقتها وعائلتهم موافقت على هذا الشيء. وحتى الشرطة بعد مرور 8 أشهر من اختفاء روث قررت انه هي تتوجه لمنزل صديقتها وتفتش منزل صديقتها على امل ايجاد روث بداخل منزلها، لكن اكيد صديقتها نفت تورطها بالموضوع انه هي شافت روث بيوم اختفائها، لان هي ما كانت تعرف اي شيء عن روث بما انه هي انتقلت لمنزل اخر ولمدينة ثانية. وعلى مر السنوات عدة اشخاص ادعوا انهم شافوا روث باماكن مختلفة. واحدة من كاميرات المراقبة اظهرت فتاة، وهذه الفتاة طلبت جرائد محلية، وجميع الجرائد اللي كانت تطلبها كانت تحتوي قصة اختفاء روث. فالشرطة اخذت تسجيل الفيديو وعرضته على عائلتها واصدقائها، وجميعهم اكدوا انه هذه الفتاة هي روث. لكن اعتقد انه بهذا الفيديو كانت ظاهرة، وهي اعتقد قصت شعرها، اكو شيء غريب يعني مو نفس الفتاة يعني ما اعرف، بس اصدقائها وعائلتها اكدوا انه هي روث. بس لو روث اعتقد انه هي هربت من المنزل، زين ليش تشتري جرائد؟ وحتى هي ما تمتلك نقود، هي ما اخذت وياها اي شيء لما اختفت. والمحققين ذكروا انها من المستحيل تكون ماتت على التل، لان لا يوجد اي اثار ممكن تدل انه تم انهاء حياتها على هذا التل. والشرطة قالت انه هي من المستحيل تكون سافرت الى دولة اخرى، لان لو سافرت فلازم انه هي تمتلك جواز سفر، وهي ما كانت تمتلك جواز سفر، هذا شيء. وشيء ثاني انه هي لو سافرت مثلا كانت تمتلك جواز سفر، فأكيد الشرطة راح تعرف أنه هي خرجت من البلد، لكن هي نهائيا ما خرجت، ولمدة يعني هالمدة كلها ما حد يعرف مكان روث. يعني هل معقول أنه ما توجهت لمثلا دائرة حكومية، ما توجهت لمستشفى؟ لأن لغاية الآن اسمها موجود ضمن المفقودين، ولو توجهت للمستشفى أو توجهت لأي مكان حكومي دائرة حكومية راح يعرفون أنه هذا الشخص مختفي وتم التبليغ عنه وعن اختفائه. وحسابها بالبنك لم يتم المساس به نهائيا، فهي لو هربت يعني اكيد راح تستخدم نقود، فهل معقول ان هي كانت تمتلك نقود اضافية ما كانت موجودة بالبنك وتركت حسابها بالبنك؟ بس حسب اقوال عائلتها انه جميع نقودها موجودة بحسابها البنكي. والشيء الغريب انه الشرطة ما استجوبت اصدقائها نهائيا، فاعتقد انه الموضوع غريب، لانه جميع الاشياء اللي قالها اصدقائها ما قالوه للشرطة، قالوه للصحافة، والصحافة نشرت الاخبار عن اقوالهم والاشياء اللي قالوها وعن اماكن اللي كانت تتوجه لها واي معلومات عنها هي من قبل الصحافة مو من قبل الشرطة. وهذا الشيء جدا غريب انه الشرطة ما استجوبت اصدقائها، ومن الممكن انهم ساعدوها لكن نهائيا ما استجوبوهم. طبعا اكو عدة نظريات عن هذا الموضوع. اولا قالوا انه من الممكن انه شخص غريب ساعدها، يعني شخص ممكن تعرفت عليه عن طريق النت، ممكن عن طريق عملها وهو حاول يساعدها. والنصف الثاني قالوا انه هو من الممكن انهى حياتها، يعني شخص عرض عليها المساعدة لكن بالحقيقة هو انهى حياتها. والبعض شك بسائق سائق التاكسي، لان بعض الاحيان يعني اكو قضايا تكون جدا غريبه انه يعني سائق التاكسي يكون هو الفاعل ويتوجه للشرطه ويقول انه هو مثلا شاف فتاه غريبه، اكو شيء غريب، او تم خطف فتاه، او ينطي شهاده مزيفه هو بالحقيقه هو اللي انهى حياتها. واكو قضايا من هذا النوع، اعتقد اكثر من 100 قضيه انا شفت عن هذا النوع من الموقف اللي يصير انه سائق التاكسي هو اللي ينهي حياة الضحية، وشي مو طبيعي. وبعدين يحاول ان هو يدافع عن نفسه، ان هو مجرد شافها، هو
عرض عليها توصيله أو أي شيء، لكن بالحقيقة هو اللي ينهي حياتها. في هذا السبب الناس شكت بسائق التاكسي، رغم أنه سائق التاكسي أنه نكر هذا الشيء، أنه نكر أنه تورط بهذا الموقف واللي صار مع روث، لكن الناس شكت بأقواله أو شهادته. قالوا من الممكن أنه هو ساعدها، يعني هو أكيد شافها تحت المطر، ليش يتذكرها؟ يعني مثل ما قلت لكم أكثر من 50 شخص يصعد مع سائق التاكسي، لكن هو ذكر روث، ذكرها بتفاصيل دقيقة، ذكر شنو كانت لابسة، شلون شكلها، شلون كانت متوترة، يعني كان يعطي تفاصيل دقيقة عنها، فهذا الشيء كان جدا غريب. فبس هذا كان فيديو اليوم، وبعدها بعد عندي قهوة شكلي راح أشربها بعد ما يكمل الفيديو، بس حاليا لازم أصور فيديو ثاني. يس راح اصور فيديو ثاني، فراح اشرب القهوة بالفيديو الثاني اكمله. يس المهم اتمنى انه عجبكم الفيديو، لا تنسون شاركوه ويا اصدقائكم لحتى تكبر قناتنا اكثر واكثر، واحبكم كل هواي واحب تعليقاتكم، ودائما تعطيني طاقة ايجابية. طبعا هذا الفيديو ما راح يحتوي على تعليقاتكم، اني اعتذر بس اعتقد ما راح يحتوي على تعليقاتكم، او ممكن يحتوي، لان صراحة ما اعرف موعد تنزيل هذا الفيديو راح يكون شو وقت، اعتقد بعد 4 أيام أو 3، بهذا الوقت أني راح أكون مسافرة. يس وراح أصور لكم فيديو الأسئلة وأجوب وقتها، فأعتقد أنه راح أمنتجه وما راح أقدر أحط تعليقاتكم، بس إن شاء الله أعوفكم بالفيديوهات القادمة لما أرجع ولما أسوي فيديوهات تكون بعد ما أشوف تعليقاتكم. أوكي فهمتوني صح؟ وبس هذا كان فيديو اليوم، وأشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. باي.